مراحب، اليوم أنا قررت طفي خطي وإجي لهون استكشف هالمنطقة لحالي، ومجرد وصولي لهون لقيت إلى أهمية كتير كبيرة. خلينا نتعرف عليها. عم بحكي عن منطقة فريديس والدخول لها عبر المدخل الغربي لوادي النوبين، معروفة إنها مليئة بالمغاور والكهوف وغنية بكنائسها وريحة البخور يلي بتفوح من هالوادي. بلشت بالمغامرة تشوف شو معقول نكتشف، طيرت الدرون وإذ بلاحظ إنه في مغارة غريبة مثل موقع وطريقة بيتطلب جهد كتير كبير للوصول لها. وهيدي مغارة تانية بالموقع وكمان نفس الشيء. بس يلي لفت لي نظري بهيدا الموضوع هي هالحجارة المتراصفة يلي بنيت على يد إنسان. كمان هون منلاحظ انه طريقة كتير صعب، شو قوي يكون منروح لنكتشفها وهل رح فيني اقدر اوصلها؟ هيدي علامة، نمت الجرن، خلينا نكفي. عنينة القلب، خلينا نكفي. عنينة، ما في شيء صعب بهالدنيا، الإرادة هي كل شيء بهالحياة. قررت أوصلها وأنتوا تعودتوا علي، بس قرر على شيء بوصل له. خلينا نفوت نشوف شو فيه. هلا هون عنا مثل كأنه مذبح، مثل ما عم نشوف، وعنا هون رسومات ما بدنا نقرب ايدنا كتير، وهون في عنا تجويفة صغيرة، هون يعتقد انه بيحطوا البخور. الشيء اللي عم نشوفه بدل انه هون كانت كنيسة. هون منلاحظ الماي نازلة عاملة شكل مسبحة. بعتقد انه هالفجوة الصغيرة كانوا يحطوا فيها القنديل ايام زمان ونشوفوا الشحبار الاسود. اثناء رحلة الاستكشاف لقيت في مغارتين، في عنا هالمغارة ومغارة تانية، هون اكيد عيش بشر. كيف فينا نعرف؟ خلينا نعرفكم كيف.